فعلا يكاد المريب أن يقول خذوني. يجري في لبنان اليوم يثبت بالدليل القاطع أن حزب الله هو من فجر ميناء بيروت. وللهروب إلى الأمام من كشف حقيقته لابد من غزوة 7 أيار جديدة، ولابد من أصحاب القمصان السود الذين يصرخون شيعة شيعة، كل ذلك كي لا يذهب غلي حسن خليل، أبرز وجوه حركة أمل للتحقيق، كما فعلوا عند استدعاء عباس إبراهيم. يريدون تنحية القاضي طارق بيطار بالتهديد وبالقوة كي لا ينكشف تورطهم في جريمة المرفأ. وما فعله القاضي بيطار غجزت عنه أمريكا وفرنسا. ما فعله هو استدعاء الرؤوس الكبيرة للتحقيق بأمر من القضاء، وكرامة القضاء من كرامة وطن. هذا إن بقيت كرامة للبنان الذي تحولت سيادته لممسحة عند المحور الإيراني. تخيلوا أيها اللبنانيون إلى أين أوصلوكم. تخيلوا أن يسأل أحدكم كيف قتل ابنك ويكون الجواب قتل في مظاهرة تضامنية مع علي حسن خليل. تخيلوا أنكم لا تريدون أن تنزلوا إلى الشارع غضباً لأجل وضعكم المأساوي والمذل، وتنزلون غضباً لأن هناك مذكرة توقيف صدرت بحق علي حسن خليل لأنه رفض المثول أمام القضاء للتحقيق. تخيلوا أن هناك أناساً ماتوا اليوم لأجل أن لا يذهب علي حسن خليل للتحقيق. وطبعاً ابن علي حسن خليل يبلغكم تحيته من طائرته الخاصة ويقول لكم دافعوا بدماءكم عن البابا يلي رح يجيب حقوق الشيعة المحرومين. هذا ما تريده إيران لكم. إيران وأذنابها لا يهمهم لبنان ولا مصلحة لبنان، وإلا لما تركوكم تموتون وتذبحون في الشوارع. هؤلاء يهمهم أن تبقى الرؤوس الكبيرة خارج يد العدالة، لا تطالهم ولا تتجرأ على الاقتراب منهم. يهمهم أن يبقى مشروع الولي الفقيه قيد التنفيذ، وتبقون أنتم وقوداً لحماية رقابهم وتأمين مصالحهم في ظل غياب الدولة التي يمثلها ميشيل عون وصهره. وعلى سيرة عون، يقول أحد الوزراء العونيين وهو سليم جريساتي إنه واصل معنا لراس من أخيرنا من حزب الله، في إشارة إلى الخلاف الحاصل بين الطرفين. ونقول له إن الشعب اللبناني واصل معه لروس مناخير منكم أيها العونيون الذين أوصلكم حزب الله ومن ورائه إيران لمناصب ما كنتم لتحلموا بها، فقط لينفذ الحزب أهدافه ومخططاته من خلال دمن على شاكلتكم وعلى شاكلة رئيسكم الذي في مثل هذا اليوم هرب من معركة التحرير تاركا جيشه وزوجته وابنتيه ليعود بعضها من المنفى إلى قصر الذل رئيساً شكلياً يمثل أسوأ أشكال فقدان السيادة في قصر بعبدة. اليوم من قتل في بيروت يجب أن يضاف إلى من قتلوا في جريمة المرفأ، والقاتل معروف أيها اللبنانيون. القاتل يقولها لكم بكل صراحة: أنا القاتل. فلا تضيعوا ما تبقى من بلادكم وأنتم لا تملكون ما تسدون به جوعكم. أيها اللبناني، ليس لديك كهرباء ولا اتصالات ولا اقتصاد ولا مدارس ولا مستشفيات ولا مستقبل لأولادك. نصفكم أصبح مهجراً، وجن أعماركم سرقوه أمام أعينكم، وإذلالكم مستمر على طوابير البنزين والخبز والحليب والدواء، والتهديد بالفتنة لا يواجه بالتراجع والانكسار. وقد جربتم الانكسار طويلاً، فماذا جنيتم؟ هل قضية لبنان اليوم هي القضاء وكرامته وحقوقه من قتلوا في جريمة المرفأ؟ أم القضية هي استدعاء وزير شيعي للتحقيق، أو مدير عام سني، أو مسؤول مسيحي، أو شخصية من هذا المكون أو ذاك؟